هلا وهلا واهلا وسهلا، كي دايرين؟ شوفوا كيف نشرب واحد العصير، لقيت حالتي حاله. كي شربت عصير جو دورونج هو يطيح عليا بحال هكا. شوفوا راني عاد غادي خارجه نمشيو نضيفو عند واحد السيده كنعرفوها مسكينه، ايوا يا خجاني غادي بهذه الحاله. ها انتوا نوريكم انا فين، انا ما عرفتش غيبغي ولا مبغاش يتقرب. نوريكم الكاميرا، نوريكم راني حدا لكسلونس جولد. ها هي خصني مشات تجيب شي باتيسري. ايوا الا قلت نطلع عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، امور هانيه. شوفوا انا صبحت الحمد لله، صبحت مرتاحه، صبحت مزيانه، نعس مزيان، شوفوا حتى وجهي الحمد لله بديت كنتنور شي رويدا رويدا بفضلكم، بفضل العواتكم، بفضل الدعم ديالكم ديما معايا. انا الحمد لله بخير، اموري هانيه. كي دايرين نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هانيه؟ هادشي اللي كاين البنات. ما درت لكم لا ستوري لا والو اليوم حيتاش فقت، ما درت والو، فقت كليت خرجت غسلت الطوموبيل كانت خانزه حاشا وجهكم العزيز. ودابا راني غادا خارجه. شوفوا بغيت نوريكم غير هاد الحاله هادي. واحد السلام عليكم. شوفوا جيت باش نجيب لكم غير واحد البرومو، حيت فريمون هاد البرومو مهمه، ونجاوب على السؤال ديال هاد البنوته هادي. هاد السؤال سولاتو لي البارح، واليوم صحت الخبر بلي لا برومو ديال ترينا كوزميتيك باقا ديال ناقص 60%. الوغ البنات اللي كيقلبوا على الحل لي فيرجيتور اولا الخطوط البيضاء اولا الخطوط الحمراء، البنات اللي عندهم الشراطي في لحمهم، البنات اللي عندهم اللحم مشرب كما كنقولوا بالغلط اولا بالضعف، ياك يعني لحمهم كيتبز يعني دوك الشراطي الخطوط البيضاء او الحمراء عليكم بهاد الزيت البنات، راهم فيهم دي بروموسيون واعرين ناقص 60%. موالفه كدير ناقص 40 هاد المره البنات، ناقص 60. فجيت نجيبها لكم حيت يمكن غتكمل لا برومو هاد يومين، غتكمل البروموسيون ديال ناقص 60% في لاغام ديال تريانا كوزميتيك. فالبنات غادي نخلي لكم لو ليان، وغادي نخلي لكم لا باج انستغرام، وغادي نحط لكم بيفور وافتر باش الناس يشوفوا كيفاش كانوا البنات قبل ما يستخدموا لاغام ديال تريانا كوزميتيك. الوغ هذا بالنسبه لهاد البنت اللي قالت لي فيرجيتور. ستوري جي غنهضر على واحد المشكل اخر اللي كنعانيو منه حنايا. هادشي بالنسبه للبنات اللي كنعانيو لي فيرجيتور. دابا غادي نهضروا على البنات اللي عندهم جلد الايوزه. وانتم عارفين كلكم دابا الصيف البنات كيبغيو يعريو جيلاتهم اريديداتهم ولا اي منطقه عندهم في الجسم، كيبغيو ديك المنطقه كتبان رطبه باش كتبان فيهم الانوثه، باش كيحسوا بالرطوبيه ديال لحمهم بشلا من حاجه. الوغ عندك تريانا كوزميتيك القماش ديالها والكريم ديالها حتى هو فيه ناقص 60%. فالبنات انا غنخلي لكم لو ليان، الله يرحم لكم الوالدين، دخلوا خذوهم دابا حيت فاش كتسالي البرومو كتقول رجع قولها ترجع لنا البرومو. شوفوا بالنسبه لمشكل جلد الايواز اللي هو هذوك الحبوب الحمراء اللي كيكونوا تحت الجلد، اللي كما كنقولوا واخا كترازي واخا كديري لاصي واخا كديري كلشي كيبقى لك واحد الشعر ناي تحت الجلد بحال لا حرش بحال لا حبوبه بحال كيخسروا لك المنظر ديال لو كور ديالك يعني. فعندك القوماج وعندك الكريم، انا غادي نوري لك بيفور وافتر، غنخليها لك بعدا هنايا الفوق باش تشوفي الامور كي دايره. الوغ عندك القماش وعندك الكريم. هاد القماش البنات تيدار مرتين اسبوعيا، والكريم كيدار مرتين يوميا. البنات فاش كتدخلوا الموقع شوفوا اول حاجه هاد الباك ديال 199 درهم راه كاين داير غنيغمون 250 درهم ناقص 40%. دابا ناقص 60% البنات ولا 199 درهم، تخيلوا معايا. ولا لي فغازون غراتويت، ها هو الزيت البنات ديال لي فيرجيتور داير 149 درهم. ولا بغيتوا تاخذوا الباك بثلاثه غيتقام لكم رخص 299 درهم. البنات اللي عندهم جلد الايواز وعندهم لي فيرجيتور مثلا غتكومونديو هاد الباك هذا، غديروا اولا اجوتي او غادي ديرو اجوتي او بانيي ديريكتومون دغيا دغيا، وغادي ديري هاد نديرها زوج، غادي ديري ناقص، غادي ديري لا كونتيتي اللي بغيتيها انت مثلا وحده ولا زوج، وغادي ديري لتحت تشيك اوت، تشيك اوت هنايا باش دغيا دغيا. ها نتوما غادي ديري لو نون تليفون لا فيل لادريس، وغادي ديري لتحت كوموندي فقط البنات، وغادي يوصلك حتى لباب الدار، وما غتخلصيش لا ليفغيزون 199 درهم فيها كلشي، وغيعيطوا لك بوغ لا كونفيرماسيون البنات. هادشي اللي كاين، الطريقه جد سهله. بونجورنو، قولوا السلام. السلام ديال الله. انت يا اللي اللور قولي السلام. شوف راسكم راه شحال ما درتش غوجا ليف احمر، معتيني شحال ما درتش غوجا ليف احمر نيود نيود. قلتي عندي الخشي الاحمر هذا ديال كيكو الصراحه واعر كيرطب الفيم. ها نشوف نشوف. اوه تقولي غير بنتها ياسمين ديري الله حيت متعلمه المكياج ديري، قالك ما تصلحوا الام تفسدوا الخاله. هكا بنتي هكا شوفوا كل العماريه ولا مشتيهاش والعقل. شوفي شوفي ناديه دارت لها ياسمين، دير لي ما ضحكت تبارك الله. ما حبيبي ولا اختي لا ما ضحكتي اختي، العقل اللي ما فشي شارفات فوق العماريه والله. هي لا صافي فرحتي، عجبك الحال، عجبك راسك. اجي شوفي كي كما درتي لها واش كتزعقي عليك؟ صبت راه صغيره شتي مسطيه ولا بغات دير لها الغوش. ايوا كي صبحتوا لاباس عليكم بخير. انا هاد الليله ما نعستش بصح، نعستي انت؟
كل شويه نوض نخوي على راسي المول ولا نتعذبت تعذبت واحد الساعه لا ما نتشوى واحد الساعه وما قدرتش نفطر في الدار قهوه حليب وداكشي قلت لنا ديجا خصنا نمشيو نفطروا برا بديت معايا ياسمين ياسمين بنتنا نمشيو نفطروا على برا بنت بغيتي تشاركيني فيها ولا جالي غادي نمشيو نفطروا على برا دابا وقلت نسلم عليكم كي صبحتوا بعدا لاباس عليكم بخير اموركم هانيه الاحوال طيبه كلشي هو هذا كنت نتمنىكم غير تكونوا بخير وعلى خير هيا ناديه كيقولوا امتى تجي الوجده باش نشوفوا ناديه هنا بخير صبحتم كيقولوا لك اي شوفوا يقول لك سر القوه ديال شعرك ما قويش غير كيبان المهم دابا خاصني شي داك السيبور ديال القلف سوق القدسيه كي السيبور ديال التليفون شي ناكل بعدا وندير لكم ستوريات يلا تشاو تشاو اسمي شو بغيتي تفطري قولي ما كنسمعش قولي بجهد وتي البيض زيدي شنو تشربي جي دارانج بغيتي البيض بحال كليتي معتي في الدين في ليطوس داك النهار ولا بلا بوحدو بوحدو اومليت بوحدو واخ انت واش بغيتي شو انا غناخذ هاد الامريكان داك البانكيك صاري داك المرات كليتو معجبوني بزاف كليتو في السعيديه وبقى في خاطري داك الفطور ديال السعيديه البنات جيتكم لي ريبونس ديال سوليدارم ديال داك النهار حتى كنحط لكم الاسك ديال سوليدارم وكنخبي لي ريبونس ديالكم باش نحطها وباش الناس يشريو ويشوفوا كلشي كيسولني على سوليدارم رجاء رجاء هذا شوفوا ها هو راه ما كيخطانيش دايره في الطوموبيل هو سخون كيقول لي البنات كيقول لي عافاكم قبل ما تستخدموه ما خدوه شي شويه بحال هكذا حيت هو راه في الويد باش يجي متجانس كيقولوا لي البنات رجاء حتى لنا نشوفوا لي ريبونس زعما كيفاش البنات راه ما كاينش في لي بارا حاليا عاد غيدخل في لي بارا غير يدخل لي بارا ان شاء الله حيت برودوي اسباني لا داخل المغرب ياك ان شاء الله تقدروا لو مو بروجين تلقاو في لي بارا مي حاليا غتلقاو في بلاصه وحده اللي هي هاد لاباج ديال سوليدا اولا غتمخدو عاد غتستخدمو اليوم غادي نحط لكم لي ريبونس ديال البنات مشيت دخلت الاسك اللي حطيت لكم واش البارح ديال سوليدا وباش غادي نحط لكم لي ريبونس ديال الناس اش كيقولوا عليه شوفوا راه 99.99% ديال الناس كيشكروا هاد لو برودوي هذا وكيقولوا عليه بانه احسن اكرون وفقوم وغتشوفوا معايا عندي ديك السيبور ديال الطوموبيل فراه يطيح لي التليفون داكشي علاش كنبدلو بلاصه بلاصه ولكن دابا شوفوا معايا شوف غادي نديرهم ندير معكم دابا سوليدير مع على المهل باش غادي تشوفوا كيفاش كتابسوربيه لابو ديالنا قرب يكمل لي حتى انا هذا باش غتشوفوا كيفاش كتابسوربيه لابو ديالنا وشوفوا ركزوا على الجبهه مزيان حتى هي حيت اصعب بلاصه اللي كديروا فيها ليكرون ماشي كديروا فيها ليكرون اللي كتضرب فيها الشمس وكتكحل وكتاخذ الوقت لانها كتبيض هي الجبهه فهمتوما انا غادي نابليكي ليكرون ديالي بلاتي عليا شوفوا بلاتي على المهل وغتشوفوا بعينيكم كيفاش غيت ابسوربا انا عاد راني كثرت نتوما تقدروا بامكانكم ديروا غير شويه وكتشربوا لابو ديالكم دغيا ها نتوما شوفوا ها نتوما كلشي على عينيكم شوفوا غير بشويه باش تابسوربيه لابو ديالكم مزيان شوفوا فوالا شوفوا قلتلكم ديك شوفوا دابا شوفوا ساليت شوفوا شوفوا البنات لا بغيونس شوفوا نبداك شوفوا راه كثرت منا ها نتوما غنبدا لكم عاود بها نتوما لا بغيونس اللي كيعطي الوجه شوفوا ليدغاتاسيون اللي كيعطي الوجه راه ما يمكنش ما كيخلي لا ديك البيوضه بزاف مجيه ما كيخلي لا ديك الزروقيه حيت كاين واحد النوع ديال لي زاكرون الله يسمح لهم عليهم كيخليونا الوجوه زرقين ما عرفتش علاش كاين واحد النوع ديال لي زيكرون اللي كنديروهم لوجهنا بحال الوجه كيولي زرق ديك البيوضه ديال ليكرون كتولي زرقاء شوفوا هذا شوفوا ليا لي كلاكي داير شوفي ما كاينش التعليكه واعره كتيدغاتي 24 اور لا بو كتبقى لك 24 ساعه مترطبه بلا ما تحتاج ديري كريم ايدغاتونت اصلا سون فيلتر شوفوا لا بريونس اللي كتعطيها لكم لا بو ديالكم شوفوا لا بريونس كتبان لابو بحال ايدغاتيه مزيان ترطيب بعمق ترطيب فريمون عميق فاش كديري الوجه هكا شوفوا كتحسي به كيزلق واهم حاجه ماشي مزيت كيزلق وماشي مزيت فيها واحد ليدغاتاسيون خطيره حيت فيها لاسيد ديال ليغونيك فيها نياسيناميد 10% كتحيد ليطاج كتحيد لي غيد شوفوا
راه لجميع انواع البشره، سواء كانت البشره دهنيه جافه او حساسه او مختلطه. شوفوا كديريها حتى تحت العين ولا كتقصي بها العين، راه ما كدير حتى شي حاجه. كاين واحد النوع ديال لي زيكرون اللي كديريهم كتقربيهم العين كاين كتدمع، وما اكثرهم ولي غوند مارك ولكن سوليدارم. راه فاش كتاخديها كتاخدي 4 في 1، كتاخدي كريم ايدغاتونت، كتاخدي اكران سوليغ حمايه عيد اشعه الشمس، كتاخدي سيروم انتي تاش انتي اج. علاش كيحيد لي علاش كيحيد لي تاش؟ حيت النياسيناميد كيدير الدور انه كيعطي الانرجي للخلايا باش كينتجو الكولاجين. هانتوما رجعت حطيت، شوف راه افليت الاسك ما لقيتش وحده كتقولها خايبه في سوليدام. كلشي كيقول انه كيدغاتي بعد ريدغاتاسيون، هذه ما يحيدها لك حتى شي واحد حيت فيه النياسيناميد وفيه لاسيد ليارونيك. كتشربوا لا بودغيا كتحس، شوف كتحس راسك ما دايره والو. دابا راه كي حاطه واحد لاكرون اللي واعره ومقمحه، مقمحه فيها بزاف ديال لي موليكول وفيها بزاف ديال المكونات اللي كيدغاتيو الكرابو كيحميوها. ابار سا ما كتخليش الشمس، دوك الاشعه ديال الشمس ما كتدخلش لي بور، كتسد ليك لي بور كيتعكسوا كيخرجوا على برا. يعني الشمس ما كتزيد منك لا حقبه باطل، ما كتكحليش، ما كتحرقش البشره ديالك، ما كينوضوش لك دوك لي غيل ودوك التجاعيد ودوك الحروقات ديال الشمس اللي كتادي لك البشره ديالك. هادشي كامل كاين في سوليدارم. فالناس حاليا سوليدارم اللي بغات تكومونديها تكومونديها غير من لاباج انستغرام. كيف قلت لكم 250 درهم راه اقسم بالله الا رخيصه بارابور لربعه ولا خمسه ديال العوامل اللي فيها. ليدغاتاسيون فيها انتي اج انتي تاش كتحارب لك لي طاش والبقع وكتحارب لك حتى الشيخوخه. شوما الماكياج اليومي ديالي رجع شنو سوليدار. شوفوا بلا ما ندير كريم ايدغاتون، شوفوا لابو كيفاش كتزلق. كندير غير شويه ديال الغوج اليف عندي هنا يطيح يسر، كندير العكر الحال صافي، وكندير ماسكارا. شوفوا شوفوا كيفاش دغيا دغيا كيزلق على لابو، حيتاش لابو ايدغاتيا لابو بيان ايدغاتي دغيا كيدوز فيها البلاش ولا الغوجار ولا اي حاجه درتوها، حيت هو كيدير حتى الدور ديال البرايمر. يعني برايمر شنو الدور ديالو؟ كيكون واحد الحاجز بين لابو ديالك وبين الماكياج، باش انه الماكياج ما يدخلش مثلا الفون دو تان ولا اي حاجه، ما يدخلش لابو ديالك المسام ديالك ويضر لك البشره ديالك. فانت دايره واقي شمسي وبرايمر كيحمي لك البشره من الماكياج او الاوساخ اللي كتدخل. فدابا انت محميه لابو ديالك محميه مزيان. فهادشي يعني شنو بغيتو اكثر؟ هادشي اللي كاين البنات ومع الرسول الى البلاغ، وبارطاجيت معكم كلشي ريبونس كوليكتيف على واحد السؤال ولا واحد حشيه الهضره اللي كيجيني بزاف 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 على واحد الحاجه اللي هي ديالي والناس باغيين يحيدوها لي ونسبوها لواحد الانسان اخر، اللي هي انت مخاصمه انت وياه خاصك ترجع له طوموبيلتو طوموبيلتو. الطوموبيله ديالي البنات، وما عمر خرجت وقلت بلي الطوموبيله ماشي ديالي، وما عمر دويت على هذا الموضوع. حيت فوق الزواج كنا كنعتبروا الحاجه ديالنا بزوج ماشي مشكل، ولكن دابا باش انا نجي نسمع الهضره ديال الحاجه اللي هي ديالي، والكارت غريز بسميتها غنحطها لكم كاع ريكتو فيرسو. فهاد التضحيه ديال الانسان انت مخاصمه معاه ويعطيك طوموبيله ويمشي، راه كاع ما كاينه وقيله كاع. الطوموبيله ديالي البنات وشريتها برزقي ومن حر مالي، وتا شي حد ما عطاني فيها شي ريال، وتا شي حد ما عطاني فيها شي درهم، شريتها بفلوسي وبعرقي وخدمت عليها ودمرت عليها وشريتها، والحمد لله الله يرزق كل واحد الحلال الطيب. ولكن راه ديالي ما ديال حتى شي حد اخر، اما ديال شي حد اخر وغيخليها ليا راه السبعيد جدا السبعيد. ويلي استغفرت الله بلا متابعك على رزقك، عينا نميك وعين دور راسنا ما شفناش، عين راسنا ما قريناش، ويلي حاجتنا وتابعينا عليها بغاو يردوها للناس اخرين. كنت هاد الحاجه ديال الناس اخرين راه كاع ما غيعطيوها لينا ويمشيو ويسمحوا فيها باش تكونوا عارفين. كون شفنا هاد الشيء منهم كاع ما كاع ما نوصلوا لهاد المواصل. المهم البنات هذا كتوضيح وكتفسير الناس اللي كيبقاو يهضروا بزاف وكيقول لك لا لا نتوما فاهمين والو نتوما عارفين والو. انا عمرني هضرت احتراما وباش ما نقمعوش الناس ولا باش ما نقمعوش الطرف الاخر يحس بالقهره ولا بشي حاجه، ولكن عيقتو عليا او حشيان الهضره. انت مدلوله وهزه طوموبيلتو انت يا خلاك وهزه طيله رد ويلي وصلنا لهذا المواصل. هادشي اللي خلاني انايا نخرج ونجاوب على هادشي فقط. الطوموبيله ديالي ورا اي حاجه غتشوفوها عندي من الان فصاعدا ديالي، ما عطاني حتى شي حد شي حاجه وما عطاني حتى شي حد شي ريال في اي حاجه درتها في الكاريير ديالي. كاريير ممتنه لراسي والوالديه ولربي وليكم.